اتعرف عليك. اهلا بحضرتك. اماني فولي، بنت محافظه المنيا هنا من مركز ابو رقاص، قريه اسمها السر. انا خريجه كليه زراعه جامعه المنيا دفعه 2018، واخدت ماستر في النباتات الطبيه والعطريه عام 2021، وحاليا طالبه دكتوراه بالنباتات الطبيه والعطريه برضو جامعه المنيا. انت حصلت على جوائز؟ حصلت على جائزه يعني افضل من افضل مشاريع هنا في المنيا. المشروع بتاعي اتكرم ان هو من افضل المشروعات اللي كان في بدايته، يعني ان هو اتكرم من افضل المشروعات اللي على محافظه المنيا بس. بعد كده دخلت بيه مسابقه في مهرجان النباتات الطبيه والعطريه في الفيوم، وحصلت على جائزه افضل منتج مبتكر من النباتات الطبيه والعطريه. وبعد كده طبعا جائزه كبيره اللي هي بتاعه سياده الريس. يعني قولي لي بقى، انت يعني المشروع بتاعك جالك الفكره بتاعته ازاي، وانت فكرتي فيه ازاي، وبتفكري فيه ازاي؟ الحقيقه فكره مشروعي هي من زمان. انا كنت بفكر من وقت ما دخلت زراعه، انا بحب النباتات الطبيه والعطريه، وكان نفسي اعمل منها حاجه تفيد الناس، تفيد انا شخصيا، تفيد اهلي. كنت بتضايق جدا لما بشوف ناس عندها امراض كتير بسبب ان هو بياخدوا حاجات فيها مواد كيميائيه او ادويه، وان الادويه على المدى البعيد كلنا عارفين ان هي بتاثر على الصحه، حتى لو قرص اسبرين او اي حاجه، يعني اي نوع من الادويه. فكنت بفكر ان احنا نعمل حاجه طبيعيه، او ليه احنا ما نرجعش للطبيعه ما دام احنا عندنا نباتات. وخصوصا لما دخلت كليه زراعه وعرفت يعني ايه نبات طبي، وان هو ممكن النباتات الطبيه دي ان انا استخدمها في علاج حاجه معينه او كده. فكنت بفكر طول عمري ان انا استخدمها، بس ما كنتش عارفه استخدمها. وقت والدتي كان جالها كورونا، كان في المرحله الاولى في بدايه كورونا اول ما دخلت مصر، فوقتها ما كانش ليها علاج او محدش كان لاقي لها علاج. فكنا كلنا بندور على حاجه ترفع المناعه، يعني لما رحنا للدكتور قال لي اهم حاجه في الموضوع ده مناعتها تترفع. فانا وقتها كنت لسه يعني مسجله دكتوراه جديد، وكنت خلاص اخدت الماستر. يعني فمن خلال دراستي في الماستر انا كنت شغاله في بدايته على نبات المورينجا، فعرفت ان هو فيه فوائد كتير جدا، بيعالج امراض كتير، من ضمنها ان هو بيرفع المناعه. فبقيت بشربه لوالدتي بقى اللي هو عشان خاطر ترفع المناعه. انا عارفه ان هو مش حاجه هتضرها، يعني غير ان انا اديها دواء وانا مش عارفه نتيجته، هل هيفيدها، هل هيضرها، هل هيحصل لها ايه. لكن ان انا هديها نبات لو ما كانش هيفيدها مش هيضرها ومش هيأثر حاجه فيها. فالحمد لله كانت ماشيه عليه، والحمد لله ربنا شفاها. يعني انا اعمم الفكره، وان انا ليه بقى ما توسعش، وان الناس كلها تعرف ده. فبقيت اخده اديه لاصحابي مثلا يشربوه، اي حد مثلا تعبان جاله كورونا اقول له طب خده، حتى لو نزل برد خفيفه، طب اشرب المورينجا. الناس اللي عايزه تخس، هي المورينجا على الريق بتخسس، بنخليهم يشربوها طبعا مع نظام غذائي كويس. ما ينفعش ان هو برده يشربها ويقول لك انا هخس ويقعد يلخبط في الاكل. برده هي كويسه لمرضى السكر، فيها فوائد كتير جدا الحمد لله. قولي لي ملامح المشروع بتاعك، المشروع بتاعك ازاي دلوقتي، هو فين؟ المشروع بتاعي هو في البدايه بدا بفكره زي ما قلت لحضرتك، والحمد لله دلوقتي بدا ان هو ينتشر ويتوسع. بصنع منها بسكوت وبصنع منها الشاي، مش بس كده، المورينجا كمان انا عامله منها مستخلص كسميد طبيعي، برش بيه النباتات عندي في الدكتور شغل الدكتوراه بتاعتي، والحمد لله جايب نتائج هايله جدا. يعني مع النباتات انواع معينه من النبات ولا كل الزرع؟ لا، هو بينفع مع اغلب النباتات الطبيه. انا جربته على النباتات الطبيه لان هو تخصصي، ما جربتوش على حاجه ثانيه بصراحه. بس طبعا يعني المشروع طبعا مشروع قيم، انت يتوسع يعني يبقى على نطاق واسع كبير، ان احنا نقدر نفيد بيه اكبر عدد من الناس. حلمي برضو شغلي في الماجستير او الدكتوراه، او ان انا اخد دكتوراه، مش مجرد ان هي شهاده علقه على حيط، نفسي ان انا استفاد بيها، وان انا ان شاء الله في يوم من الايام اتعين بيها في مكان اقدر في مجالي اخدم ناس كتير، اخدم بلدي، اتوصل لابحاث ودراسات اكتر واكتر، حاجات اقدر افيد بيها بلدي، بجانب ان مشروعي برضو ما يوقفش، ان هو يكمل، ودراستي دي هي اللي هتساعدني، او شغلي هو اللي هيساعدني ان انا اكبر مشروع ان شاء الله، يبقى مصنع كبير باذن الله، ومش بس يبقى انتاجه جوه مصر، لا يبقى بره مصر كمان ان شاء الله. بتحلمي بالانتاج والتصدير طبعا، اكيد بتحلمي بالزراعه. عندنا في المنيا في نبات المورينجا بيتم زراعته؟ بيتزرع بس بكميات بسيطه. فانا حلمي بقى ان هو يعني المصنع ده ما يبقاش مصنع لوحده، ان هي تبقى قطعه ارض او مساحه كبيره تبقى عباره عن مزرعه ومصنع، يعني مش هزرع فيها نبات المورينجا بس، انا ان شاء الله ناويه في نباتات كتير جدا، ان احنا نقدر في النباتات الطبيه والعطريه ان احنا نستخلص منها الزيوت، او ان احنا ندخلها في منتجات غذائيه. فليه ان احنا ما نعملش ده ويكون اول حدث في مصر اصلا، او
يعني اول حد يعمل حاجه زي كده في العالم كله ان هو تبقى مزرعه. انت اول واحده يعني بتفكري في القصه دي؟ طب ما هو في ناس فكرت في نبات المورينجا. في نبات المورينجا اول حد انا في مصر اعمل البسكوت من نبات المورينجا، يعني او ان البسكوت حاجه طبيعيه صحيه ان هي تفيد ما تضرش، ما يكونش فيها خاليه من المواد الحافظه، لذلك ان هو الحمد لله اتكرم من افضل منتج مبتكر من النباتات الطبيه والعطريه في مصر في المهرجان الرئيس. لازم تكلمينا عنه، وانت قولي بقى يعني احساسك كان ايه، اتكلمت في ايه، يعني كنت عايزه تقولي ايه؟ الحقيقه هو كان احساس حلو جدا، يعني ان انا اقابل فخامه الرئيس، يعني من زمان وانا بحلم ان انا اقابله، ما كنتش متخيله ان الحلم ده يبقى حقيقه في يوم من الايام او ان انا اقابله فعلا. يعني كان اخر حاجه لما شفته كان في سوهاج، كنت قاعده قدام التلفزيون، قلت يعني كنت بدعي ربنا كده اللي هو يا رب اكون في يوم من الايام كده بس ان انا اقابل الرئيس، يعني واعرض عليه فكره مشروعي واوصل له اللي انا الكلام اللي انا عايزه اقوله، يعني فيجي هو المنيا بقى مخصوص ويكرمنا. طبعا ده شرف ليا وحاجه نعتز بيها طول العمر، وان الرئيس نفسه يزور محافظه المنيا وان انا اقف قصاده دي طبعا حاجه كبيره يعني وشرف ليا. يعني لحظات اللي انت واقفه فيها قدام الرئيس اكيد كان في بعض الكلمات هو قالها لك او قالها له، كنت بتمنى ان بكلمه يعني ان هو ان شاء الله يدعمني وكده ان انا اشتغل بوظيفتي وان انا مشروع يكبر، وهو ان شاء الله يعني وعدني ان ده يحصل باذن الله. طب قولي لي انت كان اكيد يعني الوقت طبعا والزحمه والناس، انت كنت في حاجات عايزه تقوليها له او عايزه تقولي له ايه عن مشروعك؟ كان نفسي اكتر اكلمه عن مشروعي واشكره على كل المشروعات اللي هو بيعملها هنا في الدوله، وخصوصا في مجالنا ان مفيش اي حد قبل الرئيس يعني فكر ان هو يهتم بمجالنا. انا من فتره كنت شغاله في جامعه المنيا بقالي 3 سنين، يعني الدعم ده انا ما شفتهوش، كنت بحاول ان انا حتى اوصله للقيادات العليا في الجامعه، الكلام ده ما وصلش. فيوم ما يوصل للرئيس قبل ما يوصل للقيادات عندي في جامعتي، فلا ده كان طبعا حاجه كبيره اعتز بيها وشرف ليا ان الرئيس نفسه اهتم كده، رغم ان جامعتي مثلا انا درست فيها وكده كنت بحاول ان انا اوصل للقيادات اللي فيها ما كنتش عارفه او كان في ناس بتمنعني ان انا اوصل،